نحن هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نحن هنا. اليوم نحن هنا في هذه المحافظة العريقة بتاريخها وأمام هذه الهامة من الجبال في محافظة الحريق لتغطية جائزة الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزان للتفوق العلمي لتعليم الحريق. خير ما يستثمر فيه هو الإنسان، خلوكم معنا من خلال هذه التفوق. الحمد لله خلق الخلق وبالعدل حكم، مرتجى العفو ومألوه الأمم، كل شيء شاءه رب الورى، نافذ الأمر به جف القلم. نحمده وهو للحمد أهل، نحمده وهو للحمد أهل، ونشكره صاحب الجود والفضل. من خلق القلم؟ من علم آدم ما لم يعلم؟ نحتفل وإياكم بجائزة الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزاني للتفوق العلمي بمحافظة الحريق في دورتها الثانية. سعادة محافظ محافظة الحريق الأستاذ محمد بن ناصر الجربة، سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق الأستاذ سعود بن ناصر العثمان، راعي جائزة الحريق للتفوق العلمي الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزاني، أصحاب الفضيلة والسعادة، ضيوفنا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحيات معطرات وغمام سحب هاطلات، فحياكم الله أهلا ونزلتم في قلوبنا سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسعدنا كثيرا في مركز التميز بإدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق أن نرى ثقافة التميز وقد انتشرت بمشاركة فاعلة من رجال الأعمال الداعمين لتأسيس هذه الجوائز التي تذكي روح التنافس في مجال التعليم، وتسهم في رفع مستوى الأداء، وتعزز ثقافة الإبداع. وما جائزة الأستاذ الشيخ إبراهيم الهزاني إلا أحد هذه النماذج المضيئة والمعبرة عن صدق انتمائه لمحافظته ومجتمعه، وحرصه على تقديم ما يستطيع لإبراز المتميزين والمتميزات في محافظة الحريق، إيماناً منه بأن الاستثمار في العقول لا يضاهيه استثمار ولا يوازيه بذل ولا عطاء. وهنا أقول له أيها الكريم، إنك بتبنيك لهذه الجائزة قد زرعت البسمة وأهديت الفرح في وجدان كل المكرمين والمكرمات، وأضفت لبنة في بناء شخصياتهم في ميدان التنافس، وهذا والله من أجل الأعمال وأفضلها والتي لا تقدر بثمن، فلك منا ومنهم كل معاني الشكر والتقدير. ونسأل الله أن يبارك لك في عمرك وفي أبنائك ومالك، وأن يجعل ما قدمته شفيعاً لك ويجعله في ميزان حسناتك.
أيها الحفل الكريم، جئت اليوم مشاركاً ومباركاً وممثلاً لمركز التميز في إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق، وهو المركز الذي يشرف على جميع الجوائز المحلية في التابعة لوزارة التعليم، سواء الجوائز المحلية التي يدعمها رجال أعمال أو الجوائز الوطنية أو الجوائز الإقليمية التي على مستوى الخليج والشرق الأوسط. وهذا المركز تأسس في هذا العام مع بداية العام بعد إصدار قرار مدير التعليم قراره النافذ بتأسيس مركز التميز لرعاية مثل هذه الجوائز، ونتشرف بأن نكون داعمين لمثل هذه الجوائز ومشرفين عليها ونساهم في تطويرها إن شاء الله. ومركز التميز يضم نخبة من المشرفين والمشرفات والإداريات الذين كان لهم الفضل بعد الله فيما تحقق في فترة قصيرة، فحولوا الإعجاز إلى إنجاز. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق. جائزة الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزاني للتفوق العلمي بدورتها الثانية للعام الدراسي 1438-1439. إن الاستثمار الحقيقي لأي مجتمع هو الاستثمار في الإنسان، فهو المحرك الحقيقي لأي نهضة وحضارة، والتفوق هو أسلوب حياة وميزة وطنية نحقق بها الكثير من الإنجازات في شتى المجالات. ولأن تحقيق رؤية 2030 يصبح أقرب عندما نرسخ مفهوم التفوق للجميع. ولقد كانت بداية التعليم في محافظة الحريق والمراكز التابعة لها عن طريق الكتاتيب، وهي بمثابة المدارس الأولية غير النظامية، والذي يقوم بالتعليم فيها يلقب بالمطوع، وهو بالغالب إمام المسجد أو من أجاد وأتقن حفظ القرآن الكريم، وكان يقوم بتعليم الطلاب القرآن الكريم والحروف الهجائية والقراءة والكتابة. ولعبت تلك الكتاتيب دورا مهما في نشر العلم والمعرفة. وفي عام 1370 للهجرة تأسست أول مدرسة ابتدائية ونظامية للبنين بالمحافظة، وكانت تسمى بين عامة أهل الحريق بمدرسة الباطن بحكم موقعها الجغرافي، وقد مرت بعد ذلك بعدة تسميات كان آخرها ابتدائية الحريق الأولى. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شهد التعليم تغيراً نوعياً ليواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فكان القدوة والأسوة لتأسيس جائزة الشيخ إبراهيم ابن محمد القمري الهزاني للتفوق العلمي بمحافظة الحريق للإسهام في إيجاد بيئة تنافسية معرفية والمشاركة في تجويد المخرجات التعليمية والتربوية. وحظيت الجائزة في دورتها الأولى بالإشادة والتقدير لدورها الريادي في تنمية التميز المعرفي والثقافي وتجويد العمل التربوي والتعليمي في جو تنافسي أثرى المجتمع بالنتائج العلمي والإبداعي في محافظة الحريق. وقد بلغ عدد المتفوقين والمتفوقات في دورتها الأولى 28 طالبا وطالبة من أبناء محافظة الحريق في التعليم العام والتعليم العالي. ضوابط ترشيح الطلاب والطالبات للجائزة: أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية، ألا يكون قد صدر بحق الطالب أو الطالبة أي حسم من درجات السلوك، ألا يقل تقدير الطالب أو الطالبة عن ممتاز بنسبة 98% فأكثر للتعليم العام والمعهد العلمي، ودرجة 4.5 لطلاب كلية التقنية وكلية العلوم والدراسات الإنسانية. يرشح للحصول على الجائزة الأول والثاني من كل صف للمرحلة المتوسطة بنين وبنات. يرشح للحصول على الجائزة من المرحلة الثانوية بنين وبنات الأول والثاني من المستوى الثاني والرابع والسادس في النظام الفصلي ونظام المقررات. في حال تساوي أكثر من العدد المخصص لمنح الجائزة في أي مرحلة، فإن هذا العدد يخضع لاختبار مفاضلة تجريه إدارة التعليم بنين وبنات
لاختيار العدد المحدد ويستثنى من ذلك طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي والثالث ثانوي، فتتم المفاضلة بينهم عن طريق نتائج اختبار القدرات. يرشح للحصول على الجائزة الأول والثاني من الدارسين في كلية التقنية. يرشح للحصول على الجائزة من يمثل الإدارة في المسابقات داخل المملكة من طلاب التعليم العام الموهوبين بواقع طالب وطالبة في كل عام. في حال تساوي طالبين أو طالبتين فأكثر في الترتيب الواحد، فتقسم المكافأة المالية بينهم بالتساوي. المتفوقون والمتفوقات في الدورة الثانية من الجائزة. علوم الخير نجمعها معانا، تحدينا المصاعب ما نبالي، بعون الله ولا زلت خطانا، بدت افراحنا فوق المعالي، بشاير عطرها تنثر هوانا، بدت افراحنا فوق المعالي، بشاير عطرها تنثر هوانا، حمدنا ربنا يا خير والي، حمدنا ربنا يا خير والي، على طيب الوعد يوم احتوانا، على طيب الوعد يوم احتوانا. سرينا صوبها مات الأعالي، زرعنا بالأماني مبتدانا، سرينا صوبها مات الأعالي، زرعنا بالأماني مبتدانا. تخرجنا وصار القلب سالي، وكل حاضر بهالفرحة لفانا، سعادتنا غدت أول وتالي، تهاني الكون زانت في سمانا، هنا إنجازنا فاق الخيالي، وفي رحب التميز مبتغانا، هنا إنجازنا فاق الخيالي، وفي رحب التميز مبتغانا. جائزة الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزاني للتفوق العلمي بمحافظة الحريق. الاستثمار في الإنسان أفضل استثمار. هذه المملكة العربية السعودية قادة عظماء، قائد محافظة الخريج سعادة محافظ محافظة الحريق الأستاذ محمد بن ناصر الجربة. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، هذه الجائزة، جائزة الشيخ إبراهيم محمد القمري الهزاني للتفوق العلمي، حيث كرم عدد من الطلاب. كلمة بهذه المناسبة. شرفنا صباح هذا اليوم بحضور هذه المناسبة الطيبة، جائزة الشيخ إبراهيم الهزاني، والتي تعتبر دعم للمتفوقين والمتفوقات في هذه المحافظة، وهذا نهج تعودناه من ولاة أمرنا حفظهم الله في حضور هذه المناسبات التنشيطية، والتي ترفع من كفاءة وثقافة واجتهاد الطلاب والطالبات. نشكر على هذا الجائزة، وهو إن شاء الله ما تأمله من رجال الأعمال الآخرين. اليوم تجمع طيب، شارك الأهالي والمسؤولين
إدارة تعليم الحوطة والحديق، أيضا لهم الشكر بالإشراف على هذه الجائزة وتنظيمها. أشكر قناة المجد حضورها وتعنيها وتغطية هذا الحفل، أشكر الجميع. والشكر موصول لكم أيضا سعادة محافظ محافظة الحريق الأستاذ محمد بن ناصر جربة، وأنت داعم حقيقي لهذه الجائزة، شكرا لكم. واجب لنا، الله يبارك فيك، واجب واجب. نشكر القناة مرة أخرى وسعادتك، الله يبارك فيك. قبطان السفينة وربانها سعادة مدير التعليم بمحافظة الحوطة ومحافظة الحريق الأستاذ سعود بن ناصر العثمان، نبارك لكم نجاح هذه الجائزة. رأينا تطور كبير جدا في هذه الجائزة في نسختها الثانية، جائزة إبراهيم الهزاني للتفوق العلمي لطلاب محافظة الحريق، كلمة بهذه المناسبة. أنا اليوم الحمد لله أحمد الله وأشكره على أن هذه الفعالية نجاحها وتحقيق جائزة الشيخ إبراهيم الهزاني، الهدف الذي نتطلع ونسمو إليه في ظل رؤية المملكة العربية السعودية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية. اليوم أصبحنا نرى أثرا واضحا، نرى تميزا على مستوى أبنائنا الطلاب على مستوى المملكة وعلى مستوى مدرستهم وعلى مستوى الإدارة. هؤلاء الفئة المجموعة التي زفيناها اليوم من المتفوقين بلا شك أنها كانت نتيجة حراك أحدث مثل هذا التحفيز والدعم من القطاع الخاص. الجائزة اليوم أحس أنها من حال حسن إلى أحسن في نسختها الثانية، ومتفائلين جدا مستقبلا إن شاء الله بتكامل المجتمع وقطاعاته وفئاته في دعم التعليم وأهله، إن شاء الله بإذن الله سنحقق مستويات أعلى. شكرا لكم قناة المجد، شكرا للإعلاميين كلهم الذين حضروا وشجعوا وحفزوا، إبرازكم لهذه المناسبة الحقيقة دعم قوي جدا وتحفيز لنا ولأبنائكم وأخوانكم في السلك التعليمي. شكرا لكم جميعا، الله يحييكم، مسرور جدا بكم. كما عهدنا منكم هذا التميز في إدارتي التعليم بمحافظة الحوطة ومحافظة الحريق، شكرا لكم، وإذن الله نرى في قادم الأعوام هذه الجائزة من تطور إلى تطور كما عهدنا منكم هذا الجميع. بإذن الله نبشركم. الداعم الأول لهذه الجائزة، جائزة الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزاني، وما كان شعار هذه الجائزة أن الاستثمار الحقيقي هو فعلا الاستثمار في الإنسان، وهذا ما رأيناه في النسخة الثانية لهذه الجائزة. الداعم الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزاني، بداية نبارك لكم هذا النجاح، نبارك لكم هذا التميز على العام التوالي الثاني لهذه الجائزة. أسأل الله أن يبارك لكم في مالكم وذريتكم وتجارتكم ووقتكم أيضا. بداية ودنا نتكلم بشكل عام عن هذه الجائزة في نسختها الثانية. والله أولا أقدم شكري إلى محافظ الحريق وإلى مدير التعليم وإلى جميع الحضور، وثانيا أنا والله العظيم سعيد، سعيد بتكريم الطلاب، سعيد يعني أني أنا قدمت يعني شيء بسيط، وهذا واجب علي أنا، واجب على رجال الأعمال وكلهم والله الحمد لله، يعني رجال الأعمال في محافظة الحريق كلهم الحمد لله متميزين، وهذا يعني فضل من الله علينا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا عندي مفاجأة للطالب المتميز واللي يعني شرفنا في محافظة الحريق، طالب عمر فارس. يا فارس، ما شاء الله تبارك الله، فارس هو من الفائزين على مستوى المملكة العربية السعودية بالمركز الأول الذي حصل على جائزة التميز. هدية مبلغ 10,000 ريال مقدمة مني له، ويستاهل، وهذا دعم مني له. ما شاء الله يستاهل. وأنا يعني حبيت والله يعني أعلنها بحضور مدير التعليم الزين، ولا وإن شاء الله أنها تبي يعني، بس هذا شيء يعني نقدره ويستاهل، وإن شاء الله وإن شاء الله الشيك بيوصل مدير التعليم، ومدير التعليم ما شاء الله غير مستغرب، والله غير مستغرب هذا الدعم.
وهذا دعم. هذا رئيس جزاك الله خير عندنا. اعلنها اليوم في تغريده ونشكرك ونقدرك على هذا واجب. بصماتك واضحه مع الصغير والكبير. الله يبيض وجهك ان شاء الله. الشيخ انه بيوصل مدير التعليم واللي بيوصل. الله يسعدك. وشيء ثاني، انا اي شيء يطلبه مني مدير التعليم الله يسلمك خاصا للطلاب والطالبات انا مستعد في اي شيء. شكرا. هذا ما احدنا منكم. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه الشيخ ابراهيم محمد القمر هزه. الله يطول عمرك. ما شاء الله. والله غير مستغرب على اهل محافظه الحريق، يعني هذا الدعم وهذا الوفاء، وهم اهل الوفاء فعلا. شرف وفخر لاهالي محافظه الحريق بامثالكم رجال الاعمال. شكرا لكم شيخ ابراهيم. الله يسلمك. الله يسلمك. نحن هنا. فارس محافظة الحريق، فارس بن سعد العيسى، الذي حصل على المركز الأول في جائزة التميز على مستوى وزارة التعليم وكرم من معالي وزير التعليم. بداية نبارك لكم ونقول ما شاء الله تبارك الله ويخزي العين عنك. اليوم كرمت وأنت تستاهل التكريم وحق لمحافظة الحريق وأهاليها وجميع المعلمين ومنسوبي إدارة التعليم أن يفخروا بأمثالك من طلاب. فارس، عطني مشاعرك، مشاعر الفرح والإنجاز وأنت اليوم الطالب الأول على مستوى التعليم في جائزة التميز. والله المشاعر لا توصف، وحقيقة هذه الجائزة نفرح بها قبل ما أفرح بها بنفسي يفرحون كل من حولي، لأن هم اللي كانوا الداعمين الأساسيين لي. فجميع من كان حولي دعم في هذه المسابقة وشارك معي وساندني حتى وصلت لهذا المركز. أنا بسألك فارس، بدخل في يعني صميم المسابقة، إيش كان بدايتها وكيف وصلت إلى آخر مرحلة؟ والله كانت بدايتها أبداً ما كنت متوقع أني أوصل لها اللي ما وصلت له الآن، لكن الحمد لله كان معي الشيخ أو الأستاذ عبد العزيز الجدوع، كان أكبر داعم لي وكان يعني يعزز لي ويمشيني يلا تفضل أمش كمل ما عليك بتفوز. ومع ذلك الحمد لله مشينا وواجهنا كل الصعوبات حتى وصلنا لهذه. كان في مراحل يعني واختبارات، لكن الحمد لله مشينا فيها. كانت هي تقديم شهادات تجمعها في ملف وتقدم هذا الملف على الوزارة، فكان في عندهم معايير وتقييمات يقيمون عليها حتى. مبارك لك يا فارس، وأنت فارس حقيقي لمحافظة الحريق. جميعا نفخر بك. أبغى كلمة أخيرة توجهها لمن كان خلفك. قبل قليل سمعنا من راعي هذه الجائزة الشيخ إبراهيم محمد القمري هزان، وغير مستغرب عليه دعمك ب10,000 ريال وأنت تستحق أكثر. هذا والله مو بغريب عليه، وحضوره لهذا الحفل وتكريمي هذا شيء والله بالنسبة لي كبير، ما قصر وبيض الله وجهه. جائزة الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزاني بمحافظة الحريق للتفوق العلمي، حيث كرم عدد من الطلاب المتفوقين في مجال التفوق العلمي. الأمين العام للجائزة الأستاذ سعود بن ناصر الهضيبي، بداية حدثنا عن هذه الجائزة بصفتكم أمينا عام لهذه الجائزة. حياك الله أخوي عبد العزيز، وأتقدم بالشكر الجزيل لقناة المجد على حرصها على هذه التغطية الإعلامية الجيدة والمميزة. الحقيقة أن جائزة الشيخ إبراهيم محمد الهزاني للتفوق العلمي بمحافظة الحريق تستهدف الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات سواء في المرحلة المتوسطة أو الثانوية أو المرحلة الجامعية وكليات التقنية فيما دون الجامعية. الجائزة في هذا العام في نسختها الثانية جاءت بشكل آخر، استهدفت الطلاب المنسوبين إلى جمعية إنسان فرع الأيتام، وكذلك استهدفت الجائزة طلاب التميز على مستوى المملكة العربية السعودية. وهذه من الأشياء الجديدة في هذه الجائزة في نسختها الثانية، وهناك طموح أعلى بإذن الله إلى أن تكون الجائزة الشاملة لجميع فئات المجتمع التعليمي. جميل، مبارك لكم هذا الإنجاز وهذه الجائزة ونجاح النسخة الثانية، وبإذن الله نرى تطور أكبر في النسخ القادمة كما عهدنا منكم ذلك. هذا تميز غير مستغرب على القائمين على الجائزة. شكرا لكم. بإذن الله. شكرا لك. سعداء بكم. السلام عليكم.
وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نحن هنا، والتي كانت هنا في محافظة الحريق، حيث يقام حفل جائزة الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزاني. هذه الجائزة الذي كان شعارها الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، ما شاهدناه من دعم كبير جدا لطلابنا، وهذا ما يؤهلهم ليصبحوا نابغين في مجال العلم ومتفوقين في مجال العلم. محافظة الحريق تزخر بطلاب متفوقين، ومنهم من حصل على المركز الأول على مستوى التعليم ومستوى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. نبارك لكم هذا النجاح، ونقول لداعم هذه الجائزة الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزاني: بارك الله لك في مالك وذريتك ووقتك، وأسأل الله أن يوفقك، ونراكم على خير في حلقات قادمة بإذن الله. برنامج نحن هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا.